أخي في الله ويا أختي في الله، الله الله بأداء الفرائض في أوقاتها ومع جماعة المسلمين في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا أخي في الله، ألا يكفيك فخرا وشرفا أنك إذا خرجت من بيتك إلى بيت من بيوت الله لا ترفع خطوة إلا رفع لك بها درجة وحط بالأخرى عنك خطيئة؟ أخي في الله، الخطوة تخطوها إلى الصلاة تكتب لك صدقة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكتب لك صدقة. ومتى تجدها؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون. والله تجد تلك الصدقات أكثر من الخطى إلى الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ثم يا أخي في الله، إذا دخلت المسجد، الله أكبر، إذا دخلت بيتا من بيوت الله جل وعلا، يروى في الأثر أن المساجد بيوت الله، من ألفها ألفه الله. ثم هنا هنيئا لك إذا تعلق قلبك بالمسجد. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفضل العظيم يوم أن قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. الله أكبر، ما يرتاح ولا يطمئن إلا في بيوت الله. الله ولي وربي لما فيها من الطمأنينة والهدوء والراحة. بيوت الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جلست تنتظر الصلاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك. اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ثم إذا قمت إلى الصلاة بين يدي الله جل وعلا، تذكر ماذا يحصل لك من الخير العظيم يا عبد الله. أسأل الله أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة.